أول بالحديث عن القضية اللي شغلت الشارع الرياضي وخصوصا الجماهير الأهلاوية، وهو خطاب الموقع من نائب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي فيما يتعلق في طريقة تسجيل أو عدم الإعلان عن قيمة الانتقال الخاصة باللاعب دييغو ألبرتو موراليس. الخطاب واصل للاتحاد السعودي يوم 7 أكتوبر من 14 إلى 15 يوم تقريبا، وكان معطي النادي الأهلي مهلة حتى يوم 16 أكتوبر اللي هو الجمعة الماضية حتى الرد. القضية هي في بدايتها، طبعا هذه الخطاب موجود معنا على الشاشة الآن، وهو موجه من نائب رئيس لجنة الانضباط، اللي هو الخطاب على 3 صفحات وعلى 3 صفحات. استمر. هي القضية من بدايتها يعني حتى تكون الأمور واضحة، الأهلي لا يتحمل جميع ما حدث في طريقة تسجيل اللاعب دييغو ألبرتو موراليس. هذا ايش؟ معلش ما سمعتك من الأخير. الأهلي لا يتحمل الإجراءات، يعني لا يتحملها في النهاية. من يتحملها؟ الاتحاد السعودي السابق ولجنة الاحتراف السابقة برئاسة الدكتور صالح بن ناصر. كيف؟ اللجنة السابقة هي من أوعزت للنادي الأهلي بتسجيل اللاعب بالطريقة الحالية، بالطريقة اللي صارت واللي اكتشفها الاتحاد الدولي لكرة القدم. وش دراك أنا من أوعز؟ مصادر. يعني هذا خبر عندك انت؟ مصادر ومضمنة في المذكرة اللي رد فيها النادي الأهلي. الأهلي رد. الأهلي رد، قال الجميع جميع رد. أي رد. وفي رد النادي الأهلي متوليه محامي أوروبي ذكر أن جميع ما ورد من خطوات كانت بإعاز الاتحاد السعودي لكرة القدم. مثبتة هذه كلها لدى الأهلي؟ أقصد أنه لا أعلم، ولكنها مضمنة في مذكرة الأهلي. بس ما حدث الآن أنت تقول وكأنك تتبنى هذه يعني هذا الأمر. لا بالعكس، لا بالعكس. أنت تقول ما يتحمل الأهلي. الأهلي الأهلي تجاوز، ولكن تجاوزات الأهلي بناء على يعني بناء على الموافقة. هذا وفق الرواية الأهلاوية ولا روايتك أنت بناء على مصادرك؟ لا، وفق الرواية الأهلاوية وفق روايتي أنا. ما حدث بالضبط، فترة التسجيل الصيفية كانت من 19 مايو 2012 حتى 25 يوليو 2012. الأهلي حاول يسجل اللاعب موراليس بصورة دائمة، وحتى ما ورد في خطاب فيفا أنه توصل لاتفاقية انتقال تفيد بأن المبالغ المطلوبة قد تم تسديدها على الدفعتين، وقيمة كل دفعة 2 مليون دولار، ولكن النادي الأهلي ألغى هذه الاتفاقية في نفس اليوم. نفس اليوم اللي هو قبل يغلق النظام، في آخر ساعة، في آخر ساعة من يغلق النظام. أغلق النظام أو زي ما يقولوا علق السيستم على الأهلي. واليوم الثاني علق على الأهلي قبل الاتحاد بأربع سنوات. ها؟ قبل الاتحاد بأربع سنوات. واليوم الثاني الأهلي أبرم اتفاقية أخرى رقم 54 تقسيم 28 ألغى بموجبها عقد اللاعب بدون دفع أي مستحقات. فإلغاءها ألغى الاتفاقية المبرمة مع النادي، مع نادي تايجر ومع اللاعب موراليس. في يوم 26 بعد ما أقفلت الفترة طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد اللاعب. في يوم 26 يوليو أرسل الاتحاد السعودي طلب عقد اللاعب. طلب الاتحاد من مين؟ من النادي الأهلي. من النادي الأهلي. والفترة مغلقة بعد إغلاق الفترة. أيوة. ويوم 6 أغسطس أكد الاتحاد السعودي تلقيه عقد اللاعب وقام بتسجيله. العقد موجود معنا هنا بالأوراق. الاتحاد السعودي سجل اللاعب أو أوعز لنادي الأهلي تسجيل اللاعب على أساس أنه لاعب حر وفق وثيقة عقد. وثيقة كلب الأتلتيكو تايجر اللي هو وفق الوثيقة الأرجنتيني. وفق الوثيقة رقم 4 يا عبد الله، وثيقة رقم 4 نشوفها على الهواء. طيب استمر انت واصل والشباب. طبعا الوثيقة اللي كانت في تاريخ 25 يوليو اتفاق سابق مع النادي بين الناديين، النادي كلوب تايجر يشهد بأن اللاعب دييغو موراليس ليس على ارتباط مع النادي، وأنه لاعب حر، أنه لاعب حر ويحق للنادي نادي الأهلي تسجيل اللاعب وفق النظام، إذا كان خارج الفترة تقدر تسجل لاعب عاطل. جميل. ولكن في يوم 2 أغسطس 2012، طيب قبل 4 أيام من الاتحاد السعودي ما يسجل اللاعب، كانت فيه اتفاقية بين الناديين، اتفاقية بين نادي الأهلي وكلوب تايجر، اتفاقية مخفية من تحت. ايه. بين الناديين من تحت الطاولة تقصد، موقعة من الأمير فهد بن خالد الرئيس السابق. ايوه. وفيها كامل البيانات للنادي الأرجنتيني اللي هي صفحة 5 عبد الله هشام، صفحة 5 موجودة لاتفاقية اللي في نهايتها توقيع برنس فهد بن خالد آل سعود اللي هو الرئيس نادي الأهلي ذلك. يحصل فيها النادي، يحصل فيها لو تلاحظ البند الثالث. أيوة. يحصل فيها النادي الأرجنتيني على 3 مليون فاصلة 700 ألف دولار.
مقابل التنازل عن اللاعب. وفي يوم 25 قبل الاتفاقية هذه بسبع أيام النادي الأرجنتيني شاهد بأن اللاعب حر وليس على الارتباط. جميل، اللي هي الصفحتين اللي عندنا 55 شباب، هذه الورقتين يتحدث عنها، لا 55 مش 6، في صفحة 55 حسب الترقيم اللي عندنا. هذه العقد ما بين الأهلي النادي واللاعب، العقد هذا بين الناديين، العقد هذا لم يدخل في نظام تي ام اس، وهذا بين الناديين، بين الناديين، رغم انه مسجل في تي ام اس انه الأهلي متعاقد مع لاعب عاطل، لاعب عاطل وفق خطاب من نادي، وفق خطاب من نادي. ايضا اللي هي الوثيقه رقم 66 على ايوه، شوفوا يا شباب وثيقة نادي التايجر، هذه موافقة النادي كلوب أتلتيكو تايجر على الاتفاقية مع النادي الأهلي، ويوضح فيها كامل بياناته، رقم الأيبان والعنوان، يطلب الفلوس، يطلب الفلوس بالضبط. حلو. في يوم 5 أغسطس تمت الحوالة البنكية للنادي الأهلي للنادي الأرجنتيني على نفس العنوان. الحوالة في رقم 8 يا شباب، اللي هي مغطى عليها بالأسماء، فيها بعض التطبيب. ايوه، تمت الحواله البنكيه من النادي الاهلي للنادي الارجنتيني وفق المعلومات المذكوره في العقد من حساب شخصيه اهلاويه، 3,700,000 دولار، 13,884,200 ريال. ايوه، اللي هي 3,700,000 دولار بالضبط. طيب، هذه طبعا الحواله قدامنا فيها رقم حساب النادي الارجنتيني والمستفيد، المعلومات مخفيه النادي الشخصيه الاهلاويه، ولكن بالضبط اللي عندي هنا اسماء وغطى تفاصيل كامله اللي عندي هنا، اللي ترتبط بالمحول وبالحقوق الماليه، كانت في تاريخ 5/8 بعد اغلاق فتره التسجيل ب10 ايام. طبعا هذه الصور اكثرها العقد اقصد او الحواله مغطاه، ولكن عند ابراهيم النسخه الاصليه، وعندي ايضا اللي فيها الاسماء والارقام وكذا، ولكن من باب انه الحفاظ على خصوصيه بعض الارقام والاسماء. هذه الاهلي الان ارسل فلوس للنادي الارجنتيني، نتعاقد مع نتعاقد بين ناديين، لكن امام الفيفا كان المساله تعاقد لاعب عاطل حتى يتمكن النادي من تسجيله خارج فتره التسجيل. ما حدث في عام 2013، طيب، تقدم اللاعب بشكوى ضد النادي الاهلي اللي هو موراليس بعد انتهاء ارتباطه، هو تقريبا لاعب 6 شهور على ما اظن، بعدين جابوا اللاعب برونو سيزار. اللاعب تقدم بشكوى، فيفا استفسر، هذه موجوده عندنا اعطيناها، اللي هي ورقه 7/77 على ما اظن، 7، ايوه اللي هي خطاب اللي هو الرد، هذا الرد مش خطاب موراليس. اي، رد نادي الاهلي. طبعا القضيه اخذت مراسلات بين النادي الاهلي وبين اللاعب ووكيله وبين لجنه اوضاع اللاعبين بفيفا. حدثت المصيبه على نادي الاهلي في تاريخ 4 ديسمبر 2014، قبل 10 شهور بالضبط. هذا خطاب الرد من اداره الاحتراف، موقع من مسؤول نظام تي ام اس في النادي، فهد برباع، مش تي ام اس، مسؤول نظام تي ام اس، هو معرف تي ام اس مانجر، نعم، معرف كمسؤول نظام تي ام اس. رد على الاتحاد الدولي أن لا يوجد أي مطالبات مالية، وأن النادي الأهلي حتى لدرجة أنه كامل في كل شيء، سدد حتى المستحقات للنادي، أعطاهم كل التفاصيل موجودة قدامه، حتى أرسل لفيفا، حتى الحوالة البنكية أرسل صورة. الحوالة البنكية اللي تمت بين الناديين بعد عن فيفا. هذا طيب، استفسر فيفا، قال يا جماعة أنتم مسجلين كلاعب عاطل، ما في اي مراسلات بين الناديين مسجله. الان المخالفه اللي تكلم فيها فيفا يقول لك ان النادي الاهلي مثل هذه التسديدات ينبغي ان تكون جزءا من اتفاق، لكون تلك الطريقه المثلى لضمان الشفافيه. نلفت نظركم للماده 4.6 من الفقره 3 من اللوائح، والتي تفيد بان على الانديه اعلان اي رسوم واموال تم دفعها تماشيا مع الانظمه. وفي هذا الصدد فاننا نود ان نوضح بان الاهلي فاشل في تقديم المعاملات الماليه الصحيحه. في هنا تنويه برضو، وعليه فإن كل هذه التسديدات ينبغي أن تكون جزءا من اتفاق، لكون تلك الطريقة المثلى لضمان الشفافية وضمان انتهائها إلى مكانها المستحق. كما أن أنظمة فيفا تطلب من اتحادات الكرة ضمان أن يكون اللاعب المعني لاعبا حقيقيا وليس لاعبا مزيفا يؤدي لتورط الأندية في عمليات غسل أموال. جميل.
طبعا هذا خطاب الفيفا الموجه للاتحاد السعودي الاهلي، للاتحاد السعودي الاتحاد السعودي يطلب من رد النادي الاهلي. الاهلي رد بعدها، رد بعدها قال جميع الخطوات هذه هذا اللي كان قبل تمت بناء يعني بالواقع الاتحاد السعودي ممثلا بالدكتور صالح بن ناصر رئيس لجنه احتراف ذلك الحين والقائم باعمال تي ام اس خالد شكري. طبعا وقتها كان الدكتور صالح بن ناصر نائب الاستاذ احمد عيد، نائب الاستاذ احمد عيد. طيب كانوا هم اللي اوعزوا النادي الاهلي ما عندك الا هذه الطريقه اللي تسجل فيها اللاعب. طيب في ناس بس يقولون ان الامر في تعقيد، انا بحاول اقول لك اللي فهمته وانت صحح لي اذا لو قدرنا ناخذ تو ويندو برضه كويس. شباب عندنا في البدايه الاهلي 2012 اللي هي الفترة اللي وصل فيها لنهائي كأس آسيا بالضبط كان بيسجل لاعب اللي هو موراليس الأرجنتيني يسجله كلاعب محترف. تأخر أو رفعوا في البداية اتفاقية معهم بينهم بين اللاعب، هذا الأمر ما تم في البداية ما تم، وأرادوا إلحاقه بالتوقيع اللي هو مبلغ ثاني 3,700,000، ولكن النظام علق عليهم الساعة 12 اللي هو السيستم علق في 2000 الساعة 12 آخر لحظة. صار أمام الأهلي فقط فرصة واحدة لتسجيل لاعب أي لاعب جديد هو أن يكون اللاعب عارف. إدارة الأهلي في ذاك الوقت كانت بتقابل الجماهير في الواقع إنه خلاص ما قدر لكن جاء إعاز للنادي الأهلي وأنا أتحمل. لا أنا خليني مع التسلسل هذه أنت يعني حسب روايات، بس أنا أتكلم أيضا حسب روايتك ولكن وفق اللي قدامي إنه بعدها الأهلي سجل لاعب موراليس كلاعب عاطل بعده أن طلب من النادي البرتغالي إنه يعطيه ورقة يعني من تحت الطاولة يعطيه ورقة إنه ترى لاعب عاطل ولا يتبع لنا بشيء. الأهلي بالضبط. أخذ هذه الورقة واللاعب أخذ هذه الورقة ووقع مع الأهلي عقد، هو موجود الآن أمامنا، وقع مع الأهلي عقد أنه لاعب أهلاوي كلاعب حر أو كلاعب عاطل. صحيح. بعد أن لعب في الأهلي إلى نهاية 2012 الأمور مشت على الفيفا ومشت على الجميع واتفاق يعني خلينا نسميه من تحت الطاولة حسبك طبعا وحسب ما أمامي ما بين الأهلي والنادي الأرجنتيني. بعدها بفترة أصبح الأهلي أو طلب اللاعب اشتكى الأهلي حسب موراليس. موراليس حينها أو الاتحاد الدولي طلب من الفيفا من الأهلي توضيح. الأهلي بمدير احتراف جديد هو الدكتور عبد الله اللي هو الأستاذ فهد برباع برقان ظهر ناويين من بدري الأستاذ فهد برباع، ومن قبله كان الفترة اللي جاء فيها اللاعب كان مدير احتراف آخر أعتقد أخ سوداني. هذه مذكوره في خطاب الاخ فهد برباع قال انا في هذه الفتره ماني موجود. كان قبلي واحد اسمه احمد الشيخ. ايوه بالضبط. خليني بس على التسلسل، احمد الشيخ كان موجود في الفتره الاولى، الان فهد برباع طلب منه توضيحات. فهد برباع فتح الدرج والملف لقى كل الاوراق الموجوده كل شيء، ما عنده علم بما تم طبعا حسب الروايه بهذه التفاصيل. ارسل الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي قال كيف جايتنا موقعين مع لاعب حر والان يقولون في اتفاقيه بين ناديين على اثرها اصبح الاهلي امام يعني جماهير امام يعني قضيه مهمه جدا. الرد انت تقول انه جعل الفيفا من ضمن جعل الاتحاد الدولي معه في الموضوع او الاتحاد السعودي عفوا. وحتى المضاف في رد الاهلي انه التحويل اللي كان في حساب شخصيه لم يكن في حساب النادي، انه بطلب من النادي الارجنتيني حتى على اساس انه الضرائب او حاجه زي كذا، انه تهرب من الضرائب تهرب من النادي الارجنتيني يريد تهرب من الضرائب، احنا راعينا ذلك وهذه خطرها اقل من الاولى. ولكنها بشكل عام الاتحاد السعودي هو من اشرف على هذه الصفقه. الاتحاد السعودي هو من اشرف على لجنه الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر وخالد شكري هم من اشرف على هذه، فبالتالي الاهلي والاتحاد السعودي كلاهما بنفس المركب. نعم. طيب خلينا نقول يعني انا استشفيت من كلامك الان نقطه مهمه، هو اللي صار الفتره اللي راحت في قضيه سعد المولد وكذا. الأهلي أخذ أو الاتحاد السعودي أخذ الأهلي حطه في زاوية، سلط عليه فيفا في قضية سعيد المولد بالخطاب والترخيص والسوالف هذه اللي صارت، ودي على أثرها صار تحقيق حتى في الاتحاد السعودي واعتراف واعتذار من الاتحاد السعودي. الأهلي وقتها انتفض ولقى الأوراق اللي كانت بين الاتحاد السعودي والفيفا في قضية نادي الاتحاد وسعيد المولد والأهلي، انتفض ولقى الاوراق نشرها، اخذ الاتحاد السعودي حطه بزاويه وخلاه قدام الراي العام، سلط عليه الراي العام. اصبح الاهلي الان كانه يعني يتنافس الصعداء. الاتحاد السعودي بقضيه موراليس هذه يتهم انه له دور في افشائها ونشرها لك ولغيرك، زين خليني اكمل، افشائها لك ولغيرك وتحديدا من الدكتور عبد الله البرقان. وبعد ان وصلت للراي العام رجع الاتحاد السعودي وضع الاهلي في الزاويه، الاهلي قال حبيبي مو بنا الحالي حتى انت معايا، صار الاتحاد السعودي والاهلي في ذات الزاويه.
بقفل الموضوع، بس الاوراق هذه هل فعلا وصلت من دكتور عبد الله البرقان او من اي احد او عضو من لجنه الاحتراف لابراهيم جريس؟ لا انا بترك لك انت الاجابه. كيف؟ هل فيها فاكس السعوديه او العاصمه الرياض الاوراق؟ اللي هي اوراق الاهلي. شوف هذه قضيه، طيب ممكن تكون وصلت برضو، ممكن قضيه ممكن تكون وصلت للعضو اللي اعطاك اياها بحساب دولي اللي هو الحساب الموجود هنا الدولي او الرقم الفاكس الدولي واعطاك اياه. يعني وش اقول لك نقطه، مستحيل اي عضو بالاتحاد السعودي يسرب مثل الاوراق. لأنه تورطهم بعد؟ تورط الاتحاد السعودي. الاتحاد المنتخب ذاك الاتحاد الاول كان وقتها فيفا ما ينظر الاتحاد المنتخبين، ينظر المخالفه. اي بس كاشخاص هم عندهم مشكله، يعني كاشخاص، يعني لو الاشخاص الان هم نفسهم يتناقرون يعني بينهم يعني يعني برايك الان يشار الى دكتور عبد الله البرقان. عبد الله البرقان هل هو استطاعته يتحمل مشاكل اكثر من اللي يتحملها الان؟ اي بس مشاكل هذيك كان يعني يتهم فيها، هذا غير متهم فيها، والله الاتحاد اللي قبلنا ورطنا، يعني هذه سهل المخارج منها. يعني عبد الله البرقان عنده في اللجنه مشاكل اكبر من انه يسرب قضيه مثل هذه. للعلم الاوراق خصوصا الاتفاقيات اللي بين الاهلي والنادي الارجنتيني هذه ما مرت على سجلات الاتحاد السعودي. جميل. ابدا. جميل. والحساب البنكي اوراق كلها ما تطلع الا من النادي الاهلي. طبعا للاهلي يعني وللاتحاد السعودي وايضا دكتور عبد الله البرقان ان جبت اسمه ولجميع من ذكر في هذه الحلقه له حق يعني التداخل والتوضيح والرد على هذه الطاوله، او حتى ان ارادوا بطريقه اخرى بمداخله هاتفيه او غيرها، فنحن نرحب بالجميع. هذه قضيه موراليس ابراهيم. في شيء ثاني تضيف على القضيه؟ الان قضية فقط كذا الان القضية توقفت القضيه عند انه الاهلي حسبك انه الاهلي رفع للاتحاد الدولي دفعاته لهذه القضيه، يقول فيها في نوفمبر الجاي حيكون القرار، في نوفمبر راح يصدر القرار. وش تتوقع مثلا يتبع؟ انت شفت المواد وكتبت عنها ايضا في الرياضيه. لا لن تتجاوز الغرامه الماليه اضافه الى حرمان ممكن من فتره او فترتين. حرمان من فتره او فترتين تسجيل. طيب وليش قلت في البدايه انه ممكن يهبط درجه اولى؟ هو شوف اي قضيه فساد هذه تعتبر ضمن قضايا الفساد، وهذه الاشار لها حتى بيان الاتحاد الدولي، يعني مو من عندي انا، بيان الاتحاد الدولي حمل بعض المفردات انها فساد او غسيل اموال. اي غسيل اموال، اي تهم فساد او غسيل اموال يدخل فيها خصم النقاط ويدخل فيها التهبيط للدرجه الاولى. تهبيط للدرجه الاولى. كما حدث مع جوفنتوس 2006 تقريبا.